استعدادا لمواجهة الأزمات والكوارث عبر الطرقات، نظمت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وبالتعاون مع مختلف الشركاء تمرينا تطبيقيا يحاكي سيناريو احتراق شاحنة مقطورة لنقل المحروقات، وذلك بالطريق الاجتنابي للوزن الثقيل بمدينة تيندوف. نفذت الوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيندوف مخطط الوقاية من الأخطار والكوارث والأزمات مع مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان، الحماية المدنية، الأشغال العمومية، صنع الغاز، نفطال، الصحة والبلدية. التمرين التطبيقي هو محاكاة لحادث مرور خطير متبوع بالتهاب جرار طريق يحمل مواد سريعة الالتهاب مع سيارتين نفعيتين خلف 3 قتلى و3 جرحى، بالإضافة إلى انتشار دخان كثيف أدى إلى حالات اختناق السكان المجاورين للحادث في المجمع السكني. هذا التمرين تقوم وحدات الدرك الوطني بتنفيذ المهام المنوطة بها في حماية المواطنين من خلال التدخل السريع في مسرح الجريمة والتنسيق مع مختلف الشركاء، والعمل على منع الفضوليين ومعاينة الحادث والقيام بالإجراءات اللازمة من طرف خلايا متخصصة، خلية الشرطة التقنية والعلمية في تثبيت حالة الأماكن ورفع البصمات، وكذا خلية حوادث المرور في معاينة السيارات، معرفة المتسبب في حادث المرور وتثبيت حالة الأماكن وأخذ صور فوتوغرافية. هذه المناورة تدخل في جاهزية الفرق المتدخلة، وخاصة بالنسبة لنا احنا الحماية المدنية، نشوفوا جاهزية تاع الأعوان، جاهزية تاع العتاد. الحمد لله كان عبارة عن تمرين ناجح 100%. وتبقى السياقة بحذر من السبل الناجحة لاجتناب حوادث المرور وخسائر في الأرواح.